أكيد. وأنا مقابلة منتخبنا ضد منتخب غينيا الاستوائية في الجولة قبل الختامية للمونديال، مقابلة تبدأ 25 إن شاء الله. باش ناخذ أكثر تفاصيل فنية مع المدرب كمال زعيم، موجود معنا بالتليفون. كمال، أهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بالسادة المستمعين. باهي، قبل ما نسألك كمال، التشكيلة هبطت منذ لحظات نتاع المنتخب، التشكيلة الأساسية بالطبيعة باش يكون فيها فاروق بن مصطفى، وجدي كشريدة، كذلك علي معلول، ياسين مرياح كذلك موجود في اللاكس مع ديلان برون، عيسى العيدوني، نيس بن سليمان، فرجيني ساسي، وهبي الخزري، نعيم سليت، وسيف الدين الجزيري. كمال، اش قالك في التشكيلة؟ والله سلام، نعتبرها تشكيلة يعني نصور أحسن العناصر الموجودة، طريقة اللعب 4-3-3. شوفوا وهبي الخزري موجود على الرواق اليسار، سليتي على اليمين، جزيري كمهاجم صريح، هذا اللي كنا ديما نطالبوا به اللي في المنتخب كان ينقصنا، المهاجم اللي يعطينا أكثر حلول ويعطينا أكثر يعني حلول هجومية، خاصة في الشهر الأخير متاع الملعب ضد الفرق المنافسة. إذا نصور تشكيلة تعتبر مثالية، تعتبر من أحسن تشكيلة موجودة لحد الآن في المنتخب، ما فيهاش برشة فلسفة، ما فيهاش برشة حاجات يعني غير طبيعية، لكن بالنسبة لي أنا أهم شيء مباراة متاع اليوم هي 3 نقاط، هو الترشح ونحسب الترشح من الجولة هذه. ممكن في النقاط اللي بنلعب فيهم شك، محمد علي رمضان كان نجم يكون اساسي اليوم، نقرا على البنك، ممكن المدرب فضل الخبره نتاع فرجاني ساسي، والا حتى الشواء نتاع انس بن سليمان اللي قاعد يلعب بانتظام في الفريق نتاعو. في اعتقادك معناتها معقول الشواء هذا؟ والله شوف، لو كتبدا في المنتخب عندك يعني احسن عناصر موجوده تبدا موجود تحت ذمه المدرب، دونك انت والفورمه نتاع اللاعب، انت والاطار اللي موجوده فيه المباراه، تجم تكون مباراه هذه نتاع اليوم المدرب محتاج فيهم اللاعبين اكثر خبره، محتاج فيهم اللاعبين اكثر نضج تكتيكي بوتيتر في المباراه. كل مدرب عنده الرؤيه نتاعو، كل مدرب عنده فلسفته، دونك هذا ما يناقضش من قيمه بن رمضان اللي كان يجم يكون موجود اليوم كاساسي وكان ينجم يعاون المجموعه، لكن ممكن ينزل في اي وقت في وسط المباراه. لكن كما قلت لك اسلام، اهم شيء هو بالمباريات هذوما هو حسم الترشح في الجوله هذه، ما نقعدوش نستناو الجوله الجايه. في خط الهجوم فما تغيير، تعودنا بوهاب الخازري يكون هو المهاجم الاول في المنتخب، اليوم سيف الدين الجزيري ياخذ بلاصتو كاساسي اكيد بعد فونتمون متميز اللي يقدم فيه سيف، كل ما دخل في المنتخب كان يقدم الاضافه، ويمشي وهاب الخازري متوقع يكون على الجهه اليمين، وسليتي باش يكون على الجهه اليسار. نحن كنا طالبنا من في العديد من المناسبات وقت اللي وهبي الخزري ما نجمش يكون مهاجم صريح في المنتخب، يعني ما نجموش نعملوا على وهبي الخزري كمهاجم، كنا ناقصين مهاجم اللي يعطيك اكثر بروفوندور ويعطيك اكثر لي سوليسيون قدام. الجزيري يمر فتره ممتازه كوسوسوا في النادي نتاعو ولا كوسوسوا في المقابلات اللي لعبهم مع المنتخب. الخزري يبدا على اليمين وسليتي على اليسار ولا العكس، بالعكس يعطينا اكثر حلول هجوميه ويعطينا اكثر يعني ممكن علي معلول وكشريده يخدموا اكثر في لو بلان اوفنسيف، مع وجود الجزيري مع طلوع نتاع لي بيفو نتاعنا لي دو ريلير الموجودين ورا الجزيري، نجموا نخلقوا العديد من الفرص ونجموا نسجلوا الاهداف ونجموا نشوفوا المنتخب بالوجه نتاعو اللي نحن نتمناوه. انت حكيت على وجدي كشريده، تقريبا مش قاعد يلعب برشا بانتظام في الفريق نتاعو، كان بدا اساسي لكن المده الاخيره ماهوش قاعد يلعب برشا، بقى احتياطي في اغلب المقابلات الاخيره، في حين حمزه المثلوثي اللي كان مش موجود في الليسته من الاول وبعد توجد قدم مقابلات باهيه كيلعب مع المنتخب، والا حتى مع فريق الزمالك قاعد يلعب الشوا، تشوفه منطقي بين كشريده والمثلوثي، ولو انه بون دراجا مش تحكي عليه برشا، خاطر اذا كان كشريده قاعد يلعب شويه فدراجا ما لعبش الجمله منذ بدايه الموسم تقريبا. شوف، نجموش نقارنوا بين البطوله الايطاليه والبطوله المصريه باش نكونوا واضحين يعني سليم، يعني نعرفوا الفرق حتى لو كان ما يلعبش فرق شاسع، حتى تقول لي حتى لو كان ما يلعبش ماشي صحيح، ما شاركش برشا كشريده، لكن نعرفوا الامكانيات اللي يملكها كشريده، ممكن حمزه المثلوثي مش جاهز 100% في المباراه تاع هذيا، ممكن كشريده ورى في التمارين اللي هو يستحق باش ينجم يكون اساسي في المباراه نتاع اليوم، لكن صحيح عندنا زوز اظهره يعني ممتازين، انا نعتبرهم من احسن ما عندنا كشريده ولا حمزه المثلوثي، لكن
كما قلت لك يعني المدرب راه هو اللي يقرر على خاطر اللاعبين قدامه هو. ممكن فما فاتيق حمزه مسلوطي بوتيدر فما يرافيك شريده فما ممكن يعاونوا اكثر في المباراه نتاع اليوم. هذا اللي نتمناوه نحن. صحيح اللاعب راه يتاثر راه يبدا بعيد على المباريات ويبدا بعيد على النطاق نتاع المباريات. هذا اللي ممكن نجم نخافوا منه مباراة نتاع اليوم بالنسبة لكشريدة. لكن نتصور بوجود اللاعبين وكشريدة عنده الخبرة ووجود لاعبين اللي عندهم خبرة كما مرياح ولا كما معلول ولا كما فرجاني ساسي نجم منتحوش في الاشكال هذي. تسمح لي نناقشك شوية كمال في النقطة الخاصة بأنه فما فرق بين بطولة إيطالية وبطولة مصرية. بطبيعة فما فرق، لكن تتذكر مليح منتخب الجزائر اللي هز بطولة إفريقيا كان يوسف بلايلي أساسي اللي يلعب في قطر بلاست يلعب في ترجي، كان وقتها بلاست إبراهيم اللي يلعب في بورتو وقتها، كان كيف كيف كان بونجيح كان أساسي يلعب في قطر بلاست إسلام سليماني كان يلعب وقتها في ليستر سيتي. معناها ظهر لي المشاركة متاع الملاعب تكون أهم ولا؟ صحيح. لا 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 انا قلت لك على ما نجموش نقارنوا على خاطر هذيك الدوري الاوروبي والبطوله المصريه. مع كامل احتراماتي راه البطوله المصريه من دوري صعيب ودوري قوي يعني من احسن البطولات الموجوده. لكن قلت لك انا بعديها في كلامي يا اسلام قلت لك راه من اهم شيء من اهم الحاجات اللي اللاعب هي يبدا البارتيسيباسيون نتاعو يبدا يعني فما الريتم دي ماتش اللي هو ما حاضر يعني حاضر في كل مباراة تلقاه موجود في كل مباراة تلقاه جاهز. كي اللاعب أخي يعني أخي بحاجة بالنسبة للاعب هو وقت اللي يبعد عن النطاق نتاع المباريات يعني خاطر يبعد عن النطاق نتاع المباريات وتطويل شوية المدة هذاك ينجم يقلق. لكن كما قلت لك أنا في المنتخب نتصور إن شاء الله ما نتيحوش في النقطة هذيا. كيف نحكي شوية على حراسة المرمى كمال؟ تواصل الجدل فاروق بن مصطفى احتياطي في ترجي أساسي في المنتخب تقريبا قاعد يسترسل في المقابلات نتاعو في حين مثلا معز بن شريفية اللي أساسي في ترجي مش موجود في المنتخب ولا حتى معز حسن اللي قاعد يلعب في الكلوب يعدي في نضمون به كيف موجود اليوم على بنك الاحتياط ولو انه فاروق قدم مقابلات كبيرة برشا لعبهم مع المنتخب هذا ايش فعله انه يكون موجود حتى لو كان مش يلعب كماله؟ ممكن انا يمكن النقطة الوحيدة ذي اللي بتاتر مقلقتني شوية اللي هي حراسة المرمى في المنتخب. شوف كتبدا مدرب ديما تحط حارس رقم واحد حارس رقم اثنين وحارس رقم ثلاثة. ما نجموش اليوم يعني نعرف الامكانيات نتاع فاروق ما نحبش يعني نمس اللاعبين راهو مش نمس حراس المرمى الموجودين في المنتخب عندهم امكانيات كبيره كسوا معز بن شريفيه معز حسن فاروق اي حارس يبدا موجود راهو يستحق يكون في المنتخب. لكن كي تبدا في المنتخب لازم تعرف روحك انت حارس الاولاني ولا حارس الثاني ولا حارس الثالث. انا بالنسبه لي انا الحارس الاولاني اللي هو يبدا كومبيتيتيف في الفريق نتاعو ويبدا موجود في الفريق نتاعو ويلعب في الفريق نتاعو. دونك هذاك قناعتي انا بالنسبه لي انا شخصيا. بتاتر نجم نكون مختلف مع العديد من المحللين الاخرين لكن بالنسبه لي انا الحارس الاولاني تاع المنتخب لازم يكون يلعب في الفريق نتاعو. كمال فهم لاعبية كنت تحب تشوفهم في القائمة بصفة عامة معناها مش حتى في التشكيلة؟ والله توا شوف المباريات هذوما اسلام تستحق فما لاعبين ممكن تستحقهم اكثر بوتيتر يمكن فما غيابات الاصابات لكن نسبيا نجم نقول لك اللي القائمة هو هنا كمال اكثر الكلام كان على سعد بقير كي يلعب بمقابلات الماضية ما كانش سمعتها كان عمل روندمون محترم جدا. علاش نحى اليوم منتخب بيكون اساسي في زوج مقابلات الاخرانيين اليوم اورليست معناها صعيبة شوية معناتها كان نجم يكون موجود احتياطي اما من ديريكت اساسي لورليست ما عرفش انت كنت ملاعب وانت مدرب اليوم ما عرفش كان تفسرها لنا كمال. صحيح هو صعيب اللاعب باش يتقبل من يكون اساسي ولا يكون بعديك يلقى روحه في دكة الاحتياط ولا يكون اورليست هي صعيب. لكن كما قلت لك راه ما تنجمش تدخل في تفكير نتاع المدرب شنو التفكير نتاعو ممكن يسيب ممكن يخطأ. يعني بالنسبه لي انا سعد بقير ما كانوا موجود في المنتخب تقول لي كاساسي وتقول لي احتياطي هذيك نجموا نتناقشوا فيها لكن سعد بقير انا راه موجود في القائمه نتاع المنتخب في القائمه نتاع المباراه نتاع المنتخب. علاش ما مش موجود هذايا ممكن نسالوا المدرب هو ينجم يعطينا جواب اكثر لكن بوان دانتيروغاسيون كما قلت. بالعكس تو فهم لاعبيه موجودين تشوف زايدين وجودهم اليوم في المنتخب؟ ما نحبش نقول زايدين على خاطر كل لاعب نحترمه يبدا موجود في المنتخب نحترموه يعني ما نجموش نقولوا فيه دم موجود في المنتخب وموجود في مجموعه المنتخب اللي ما يستاهل. لكن كما قلت لك في ليك اسلام
ثم لاعبين وجودهم ضروري في المنتخب، مش على سواد عينيهم ولا على خاطرهم اسمهم فلان ولا فلان، لا هم موجودين في المنتخب، لازمهم يكونوا موجودين في المنتخب على خاطر قاعدين يقدموا في اداء ممتاز خصوصا مع الفرق نتاعهم، ولا حتى كي يبداو موجودين في المنتخب في المباريات الاخيره. علاش ما هم موجودين؟ ماذا بينا نعرف بيدي، ماذا بينا نعرف علاش انت ما حبيتش تسمي مسيش خان سميين الكلام على محمد دراجل مثلا؟ علاش فما ثلاثه اظهر يمين واللاعب ماهوش قاعد يلعب في الفريق نتاعو؟ الكلام على سيف الدين الخاوي تقريبا ديما موجود وحتى اضافه في المنتخب، شنو رايك كمال؟ هذا صحيح موضوع كبير نتاع القائمه نتاع المنتخب نتاع اللاعبين اللي موجودين في المنتخب. لازمنا نعرفوا حاجه، اللي راهو المنتخب اللاعب اللي يكون مدعو للمنتخب لازم يقدم كل ما عنده، هذا يشرف لكل لاعب. الناس الكل لازم تدافع على المنتخب التونسي. اللاعب اللي ما يستحقش يكون في المنتخب ما نعيطولوش، ما فماش يكون اكبر من المنتخب. ظهر لي اسلام هذه واضحه من اللي نعرفوا الكوره، هذه اللي نعرفوه، ما فماش يكون نجم يجم يكون على المنتخب ولا على اللاعبين ولا على المجموعه ولا على الجهاز الفني. دونك صحيح فما عديد تساؤلات، لكن اهم شيء كما قلت توا نحن ماذا بينا نركزوا على المباراة نتاعنا ونركزوا على الترشح نتاعنا بعد ذيك لكل حادث الحديث. شنو توقعاتك للماتش كمال؟ انا نصور باش نفوزوا 1-0. باش نحسم مترشح اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نحسم مترشح اليوم، نقعدوش لاخر جوله يعني، ان شاء الله اليوم نكملوا الباركور نتاعنا ان شاء الله بالترشح. ان شاء الله، يعطيك الصحه، شكرا لك كمال على تدخلك معنا. شكرا سي، ميرسي. فاصل الموسيقى وبعد مكملين زون ميكس حتى 15.